في بعض البلاد يكون الرجم بإطلاق النار بالمسدس، فهل هذا العمل يقول أحسن الله إليكم في هذا الزمان يكون الرجم بإطلاق المسدس؟ لا، هذا لا يجوز، هذا قتل ما هو رجم، هذا يعتبر قتلا. والزاني يقتل، المرجوم يقتل لكن بالحجارة، يقتل بالحجارة ولا يقتل بغيرها، لا بالسيف ولا بالرصاص ولا. نعم.